شكرا للزميل محمد خاتم والكباتن الكرام في الاستديو. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها السادة والسيدات متابعينا الكرام عبر SSC في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأنار دروبكم بالمسرات. مرحبا بكم سيف الدين الجزيري في قائمة خوان كارلوس. محاولة وارتدادة لكن تمريرة بينية وسريعة وانطلاقة لكريستيانو، وحاول كريستيانو فرصة ومرور مرور وتقدم، ولكن التغطية موجودة، تغطية موجودة بنجاح من أمام كريستيانو، تبعد الكرة من أمام كريستيانو كبيرة ومن الممكن كان موجود من دون شك لاعب دولي تونسي. هنا كرة أمامية وخطيره وكرة للزمالك، الله مرور وهدف أول. جول لسيف الدين الجزيري، لكن تسلل على التونسي، الراية مرفوعة، الراية شوف هروب سيف الدين، هرب سيف الدين الجزيري ومر من أمام العقيد. لا مجال للاجتهاد، هنا كرة تمريرة وخطيرة وكرة لكن الراية مرفوعة مرة أخرى، الراية مرفوعة مرة أخرى على غريب على غريب، والتسلل شوف اللقطة ومن لمسة تاليسكا، هذا مكان تاليسكا، هذا يعني يكون أكثر من سجل بالرأس. هنا خطأ لتاليسكا، خطأ لتاليسكا، الخلف شيقة وممتعة وفيها إثارة كبيرة منتظرة. شوف الخطأ على دونجا، خطأ على دونجا، تترك الكرة للبرازيلي والتصويب وكرة خطيرة 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 جدا على مرمى محمد صبحي الموجود في المكان المناسب. شوف اصطدمت الكرة وتغير اتجاه، صدمت يعود زملكاوية في محاولة مرور خطير ومرور وشيكو وفرصة زملكاوية خطيرة جدا على المرمى، خطيرة خطيرة، الزمالك في خطورة يسرى. شوف تيليس عرضية خطيرة وكرة خطيرة جدا، خطيرة خطيرة، أنا قايل لكم كرات العرضية صعبة وخطيرة، لاعب فنان. شوف العرضية، شوف العرضية، عادت الكرة إلى رمية جانبية عند حمزة المثلوثي، يلعب كرة تونسي للتونسي، والجزيري يطالب بضربة جزاء الجزيري، لكن حكم المباراة قريب، استمرار اللعب والكرة تعود إلى ربع النهائي، والشباب هناك يتفوق على الاتحاد المونستيري. كرة تلعب عرضية ومحاولة الجزيري، آه على فرصة زملكاوية خطيرة، ارتقاء عالي ورأسية سيف الدين. شوف سيف الدين لبروزوفيتش يرسل كرة إلى الأمام، كريستيانو حصل عليها، مرر تاليسكا، تاليسكا باليمين، كان بإمكانه يضعها باليسار، كان يضعها باليسار تاليسكا. نصراوية عند تيليس، تلعب الكرة العرضية الآن خطيرة وراسية، آه على فرصة، آه على فرصة نصراوية. فريقين، كرة لعمرو السيسي، عرضية السيسي الآن والتصويبة وكرة مرت سليمة سليمة على مرمى نواف العقيدي، مرة أخرى فتوح، خطيرة، ارتقاء عالي ورأسية سيف الدين. شوف سيف الدين، سيف الدين الخطير، لكن نواف العقيدي سريعة في الشوط الثاني، راحت لفتوح، العرضية منتظرة والكرة خطيرة والرأسية، والرأسية إلى يد حارس المرمى، إلى يد العقيدي، مطالبة بلمسة يد من جانب سيف الدين، راحت في المرتدة، تاليسكا، بروزوفيتش يريد أن يلعب كرة لغريب، قطعت الكرة، راحت زملكاوية. هنا عندنا في اللقطة ملامسة يد، والآن يستدعى حكم
المباراة لأن يشاهد اللقطة ويقدرها بناء أخذ القرار. وننتظر قراره المغربي يعطي ضربة جزاء للزمالك، ضربة جزاء زملكاوية، ضربة جزاء زملكاوية، فرحة كبيرة المحبوب من الزملكاوية. زيزو يتقدم، زيزو يسجل أحمد سيد زيزو ويتقدم للزمالك 1-0 للزمالك، 1-0 للأبيض. ليلة بيضاء لحد الآن، زملكاوية يا تلس 1-0. أحمد سيد القدرة على ذلك، عندهم القدرة على ذلك، وعندنا خطأ لساديو ماني، خطأ لساديو في شد واضح وخطأ من جانب حمزة المثنام مع ماني لبروزوفيتش، يرسل كرة وأمامية طويلة طالت على كريستيانو، حصل على ضربة زاوية كريستيانو، حصل على ضربة زاوية كريستيانو، لكن على ما يبدو أن حكم المباراة يشير إلى ضربة مرمى. هل غادرت الكرة؟ لم تغادر، لم تغادر أمريكي، لكن عندنا كرة خطيرة جدا ومحاولة وعرضية خطيرة وكرة لإبراهيم انداي، إبراهيم انداي البديل، كرة راحت إلى خارج أرضية الملعب. أنا قايل لكم هذا خطير، خطير وفنان، خطير. يا سلام يا جديد عند الغنام، الغنام يرسل كرة لسليهم خطيرة وكرة وسقوط على أرضية الملعب، وحكم المباراة لا يعطي شيء، بينما كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، رمية جانبية. رضوان جيد يطلب الهدوء، يطلب الهدوء، ومطالبة نصراوية بضربة جزاء لعبد المجيد الصليهم، وطويلة وخطيرة، خطيرة للغنام، كرة ممتازة صليهم عرضية وكرة خطيرة نصراوية، خطيرة خطيرة على اليمين، غنام يمرر لبروزوفيتش عرضية وفوفانا، فوفانا لو لعب الكرة العرضية كانت من الممكن أن تكون، فوفانا صوب مباشرة. الكثير من الوقت الآن، كونان يتقدم في كرة إلى الأمام، الله الرأس الذهبية، الرأس الذهبي